السلام عليكم، مرحبا بكم في دايدي ساوندي. اليوم غادي نقدم لكم قفص اللي نخدموه للارانب، يعني القنية. مكان اللي تولد فيه هو هذا اللي منا، والمكان اللي تاكل فيه وتخرج هو هذا. باش خدمناه بهذا الكرياج اللي هو غير ديال الثلاجة. كيف ما كتعرفوا الكريا هذاك القفص ديال الارانب كيكون غالي، هذا ما كيطيحش بقل من 30 درهم او نقولوا حتى 50 درهم، وهو في الحقيقه راه كيتباع 500 درهم 600 درهم. كيفاش كنديروا له؟ كنختاروا هذا الكرياج هذا، وكنلاقيوه غير بالسلك، كنربطوا، كنشوفوا اي خشبه، اربعه ديال العوارض الخشبية اللي كنديرهم أرجل لهاد القفص، وكنديرو طولة لتحت. الطولة هي اللي الأوساخ اللي كتهود من عند هاد الأرانب، كتهود مع هاد الطولة هادي باش ما تجمعش هنا لداخل، كتهود تقطع هنايا وكتهود حتى لتحت هنا في هاد الجهة. كنديروا لها شي سطر لتحت، تما كاع الاوساخ كطيح تما، يعني ما غاديش تجمع. ثم عندنا هاد من هنا كنحلوا عليهم. كيفاش كنديروا لهم؟ غير السلك من هاد الجهه، السلك من هاد الجهه. مكان الولاده اللي مهم هو هذا، هي قرعه عاديه كنثقبوها هاد الشكل، كنربطوها لتحت، وكنديروا لها هنا فتحه في الجهه اللي هنا. هذه هي فين غتبقى تدخل الارنب هنا، فين غتكون عنده الولاده. كنديروها واحد شويه عاليه هنا باش حديثي الولاده ما كيخرجوش، تيكبروا بواحد هكا اسابيع عاد يقدروا يخرجوا من هنا ويجيو ياكلوا. في الاول من الافضل يكونوا يبقاو غير داخل هنا. هذا هو الشكل. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، هو غالبا غادي يعجبكم لانه اقتصادي، من حوايج عاديين كنكونوا هذا القفص. ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، والى اللقاء.